أنا وقال حب نقول لنسات واسع. فما كلمة كان يقولها البيجي الله يرحمه، ما ينقذ البلاد كان نساء توانسة. تحبوا تنقذوا البلاد وفرحكم تردوا بالكم في الانتخابات، تسمعوش كل الحملات والكلام وما تبعوش فيسبوك. ثبتوا انتوا في كل شخص نظيف ولا لا، يمن بالمبادئ تمن بها انت ولا لا، قادر يدافع عليك ويدافع على حقوقك ولا لا. راهو سهل باش تعرفوا العباد، راهو يكفي انك تحل صفحة المجلس اليوتيوب بتاع المجلس تعرفوا. واسألوا العباد، اسألوا حولكم شكون اللي خدم شكون ما خدمش، شكون نظيف شكون ممسح، شكون عنده قيم مبادئ، شكون تشريه باربع صوتي. فرحكم يا نساء توانسة، فرحكم لازم تحسنوا المشهد السياسي ككل وخاصة مجلس نواب الشعب، ما توخروش بينا التالي. فرحكم.